ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عضو الميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم الحبيب لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم. أهلا وسهلا، تحياتي. أهلا بكم. شكك البعض في ما تقدمه المرأة العراقية من تضحيات ومن أثر واضح في ثورة تشرين، لكنها أكدت على مدار ما يقرب من 5 شهور أنها ليست كذلك. كيف رأيتم إصرار المرأة العراقية على المشاركة الفاعلة في الثورة وخاصة في فعاليات اليوم؟ والله يعني الحديث عن مساهمة المرأة في النضال اليومي والنضال الشعب العراقي لها تاريخ مجيد، يعني يعود إلى 40 سنوات وإلى 50 سنوات. هذه ليس المرة الأولى التي تظهر فيها المرأة العراقية في موقف ثابت وثوري من أجل حقوقها، لأنه الطفل هو ابن والرجل هو زوجته، وبالتالي هي أم وزوجة وأخت وتتفاعل مع هذا الشعب. حقوق الشعب لما تضيع تضيع حقوق جميع الفئات، الفئات العمرية والفئات الطبقية تضيع ضمن إطار دولة تحكمها الدكتاتورية وتحكمها حقوق الفقراء، وبالتالي تعم الفوضى وتعم الجوع وتعم البطالة وتعم الحكومية. ومن أدنى حقوق الإنسان في العراق الماء صالح شرب غير موجود، نعم، الكهرباء غير موجودة، العلاج غير موجود، الأدوية غير موجودة، الطرقات غير موجودة، البنية التحتية بشكل عام مدمر. فهذا كله يمس في المرأة، في الطفل اللي هو ابن المرأة، يمس في العائلة اللي هي المرأة جزء من عندها. فهو ليس لأول مرة تساهم المرأة في هذا النضال، في هذا الكفاح الشعبي المستمر. ربما لذلك أستاذ إبراهيم تستهدف المرأة، وهذا ما تطرقتم له في بيانكم اليوم، من معاناة المرأة العراقية من سياسات الحكومة أو السياسات الحكومية بصفة عامة الساعية إلى إهدار حقوقها. هل تستهدف المرأة بهذا الشكل الممنهج من أجل يعني استهداف الجيل التي تربي هذه المرأة؟ بالحقيقة هو استهداف الجيل الاجتماعي بالكامل، يعني الجيل والأم، لأن الأم مرتبطة بالطفل، فالجيل كله بالكامل مستهدف بنساء بشبابه بشكل مطلق، لأنه بالأخير إنه الأم ملزمة باحتضان ابنها وتصيبها اللوعة عندما الطفل يكون بحاجة إلى الملابس، بحاجة إلى الطعام. هناك عندنا نساء تعرضت إلى مأساة وأقدموا على الانتحار، رموا أنفسهم من على الجسور في عدة في العراق، يعني غير قادرة على تربية الطفل، غير قادرة على إطعام طفلها، فتلوذ بالانتحار. وأكثر من حالة هذه صارت في العراق، وتكررت مرات عديدة، تكررت في مدن عديدة في العراق. فإذا الظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي قد بلغ حده إلى حد أنه لا يطاق، إلى حد أنه الإنسان يفضل الموت على الحياة. ولهذا نلاحظ المواجهات الشارع بين المتظاهرين والطرف الثالث، لأن السلطة تدعو الذين يعتدون على المتظاهرين هم طرف ثالث، فلا ندري نحن من هم هذا الطرف الثالث. نعم. إذا كانت هي الحكومة تعلم فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم. كما تعلمون أستاذ إبراهيم، الميليشيات هاجمت خيمة طلاب كلية الفارابي وطعنت إحدى الطالبات المشاركات في الثورة. برأيكم ما دلالات هذا العنف الميليشياوي ضد المرأة العراقية المشاركة في الثورة؟ يا سيدي الكريم، هذه حادثة انتهت بالضرب والجرح، وهناك حوادث انتهت بالقتل، لكن هناك حوادث خطف النساء، خطف الممرضات المسعفات والاعتداء عليهن، ويمكن ابتزازهم، وانما خطفوا شباب واعتدي عليهم اعتداء اثيما. يعني انا لا استطيع ان اصور شكل الاعتداء المخجل الذي تعرض له الشباب والشابات.
ومع العلم أنا أضيف إلى أن المخطوفين الذين يتعرضون للعدوان والضرب والجرح والإيذاء عددهم كبير، ومنهم من استشهد، ومنهم من هو لا زال مفقود، وعندنا في عداد المفقودين 50 من المتظاهرين الشباب والشابات مفقودين لا نعرف مصائرهم لحد الآن. نعم. هل تعتقدون أستاذ إبراهيم أن المرأة العراقية يمكن أن تقلب موازين القوى بشكل واضح وأن ترجح كفة الميزان لصالح الثورة؟ سيدي الكريم، هي صرخة شعب ومواجهة للموت. نعم. مثل ما أنتم تلاحظون أنه الناس اللي يطلعون في صدور عارية في تظاهرة سلمية نساء ورجالا يتعرضون إلى الموت وهم يتزايدون. يعني أنت لاحظت اليوم نزلت النساء بأعداد ملفتة للنظر لكي تثبت للعالم بأن الشعب العراقي يتعرض إلى امتهان في حريته وفي طعامه وفي حياته وفي ديمومته، ويستصرخ الضمير الإنساني ويستصرخ المنظمات الدولية لإعانة هذا الشعب المظلوم، للتدخل لإنقاذ هذا الشعب المظلوم. أصبحت الآن كبح الكلمة والرأي في السلاح الأبيض وفي الرصاص الحي وفي أساليب مختلفة من الموت وعدوان في أساليب مختلفة من ضمنها الأمور المخجلة والطعن والإطلاقات النارية وحتى استخدام البنادق الصيد. بنادق الصيد هذه اللي تترك أثر من الجروح بليغة في الجسم ومنتشرة في الجسم، ممكن تصعب معالجتها، تلحق أذى كبير، ممكن حتى تكون قاتلة. نعم، أشكرك جزيلا عضو الميثاق الوطني العراقي سيد إبراهيم الحبيب، كنت معنا من لندن.